دكتور وأنت المدرب، شو مشكلة الاتحاد؟ هي المشكلة مرات من تبدي بداية الموسم وما تتعالج المشكلة تبقى مستمرة. دكتور يعني تتعثر مباراة كبوة تنتين صحيح ثلاثة كلهم إلا ثلاث تعادلات يعني ما فشي ما بالنسبة للاتحاد أنا أشوفه شيء مو طبيعي حقيقة يعني يعني أبدا مو طبيعي لأنه مرات أقول يعني امبارح اعتبروها نقطة من الحزم شغلة كبيرة كتير صحيح لأنه ما معقولة يعني لاعبين على مستوى عالي إمكانية نادي إلى يعني تاريخ تاريخك نعم وهذا أنه من الصعب يعني ممكن يغلط ممكن يخطئ لاعب ممكن مباراة الفريق لكن مو كل مباراة ولا فوز لا وايد صعبة أبو كرم تعرف ليش حدث سمعت يعني بتاريخ تاريخ الدوري السعودي ما صارت أن الاتحاد تكون هاي حصادة من الموسم لغاية الحين أبو كرم أنا أشوف ترى في كلمة وايد مهمة عند اللاعب وبين الجماهير وبين اللاعبين اللي هي الثقة إذا انفقدت هذه الكلمة وخصوصا اللاعب إذا فقد الثقة بنفسه صعب أنك أنت كل الفريق ما عنده ثقة بنفسه كل الفريق أبو كرم لو تلاحظ الأسماء كنا نتكلم تحت الهواء أن الأسماء كبيرة يعني كأسماء الاتحاد مش فريق سهل فريق كأسماء يحمل الأسماء الكبيرة لكن كمجموعة لعب هي المشكلة هذه المشكلة سببها فقدان الثقة بالنفس الجماهير صارت ما تثق بالفريق ولا بنتائجه عطفاً عن النتائج اللي موجودة أبو كرم فأنا أشوف هذه ترجع بعد النتائج الإيجابية مجرد ما يفوز الفريق جولة وجولتين بس بتشوف والله الفريق والله على الحال ممكن يهبط الاتحاد يا جماعة يعني صحيح كل شيء وارد زمانات ويومنت وصبت بس أنه يعني ما أعرف فريق بكل هالمباريات ما فاز ولا واحدة أمر عجيب راح نروح لفاصل الأخير